بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. التهليلات الخمس لا إله إلا هو لحل جميع المشاكل. يقول العلامة الزنجاني: من جعل هذه الآيات الخمسة ورد يقرأها لأي مشكلة، لأي حاجة، لأي مهمة 11 مرة، الله سبحانه وتعالى يحل له مشكلته ويقضي حاجته ويكفيه ما أهمه. الآيات هي الخمسة: الله لا إله إلا هو، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه هي التهليلات الخمسة التي يذكرها علماؤنا الأعلام فيعتمدون عليها في قضاء والقضاء على جميع المشكلات، وكذلك في الحصول على أي أمر لقضاء الحاجة وكفاية الأمور المهمة. جرب ولا تشك، 11 مرة قليل إن شاء الله تعالى، وسوف ترى حاجتك بين يديك موجودة إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.